حتى عالموال تمسي ياسم ظبط حاله شعبه مديون وطفران العطرة عالشعب اللي عايش مذلول بوطنه متابعينا متابعي برنامج على البال على وكالة خبر الفلسطينية، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة. وفي حلقتنا لليوم رح نسأل المواطنين عن موضوع المصالحة وكيف إيمانهم فيها، فخليكم معنا حتى تشوفوا إجابات المواطنين. يعني هي المصالحة صارت مسخرة أكثر من أنها مصالحة. مصالحة لها 23 24 سنة مش عارفين يصالحوا اثنين أشقاء، لإما أنه القائمين على المصالحة هزليين مش جديين، وإما أنه ما بيكذبوا علينا اثنين. تزبط المرة ولا لا؟ نتمنى من الله انها تزبط، بس انا بتذكر قرأت بالتاريخ انه مصالحة زي هيك تقام فيها عمر بن الخطاب، جمع الفريقين ووكل عليهم الناس، قال لهم معكم 3 ايام اذا ما طلعتوش بقرار انتوا تنين راح تموتوا. فخلال 3 ايام طلعت المصالحة، احنا وكلنا جماعة من هون ومن هون يجتمعوا في هالبلد هذا وحاطين عليهم قائمين، خلال اسبوع اذا ما اصطلحتوا ما طلعتوا باتفاقية ستعدمون. والله عم بيتفقوا، بس هذا بيتصل بجماعته وهذا بيتصل بجماعته وجماعته بتصلوا باللي مغذينهم ودعموهم، فصعب يتصالحوا. يعني ان شاء الله يكون بادر تخير عن جد يطبق، لانه خلص بكفي. يعني الوضع الفلسطيني بده شيء هيك من زمان، يعني وضع هيك شو بده يعني؟ لازم يعني خلص يصير عن جد في مصالحه واتفاق ويتوحدوا جميع الاطراف. راح تزبط؟ يعني نتامل ذلك، بس انها تزبط ما تزبط ما بقدرش اقول. يا ما صار قبل هالشيء مبين النتيجه. انت متشائمه من كل شيء، من موضوع المصالحه كمان. لهم سنين بيمشوا في هاي الاشياء، شو شفنا ولا شيء. يعني المره مش راح تزبط برضه؟ مش راح تزبط. على البال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا، على البال يا وطننا ماشي الحال وتعودنا. الوحدة بين الشعب الفلسطيني منيحة، مش حل الوحدة. هي الوحدة منيحة، بس السؤال بتزبط المرة ولا لا؟ ليش ما بتزبطش؟ كل شيء بتزبط، بس الواحد يصفي قلبه. يعني بدك أنت يصفوا قلبه. بتصفى. إن شاء الله خير. يفتحوا قلوبهم لبعض. بس. يحبوا بعض. بس. شو رسالتك لإلهم طيب؟ إن شاء الله ربنا بواحد الشعب الفلسطيني كله، بده يرجع إيد واحدة زي أول. يا سيدي الله يصلحهم، إن شاء الله يهديهم نقول إحنا بس. الله يهديهم. الله يهديهم، الله يصلحهم، مش غلط. شوف إن المرة هاي ممكن يتفقوا؟ إن شاء الله، نقول لك كل شيء بنقول إن شاء الله، إحنا علينا بس نسمع، بس نقول إن شاء الله. أساساً شايفك إنك كأنك مش متابع، لأن حسيتك استغربت من الموضوع. والله من كثر ما تابعنا زهقنا الصراحة، كل مرة بنقول بدهم هاي يتصالحوا وهيك وبصيرش نصيب. إحنا بالنسبة للمصالحة أخوي إحنا بندعم الإشي هون، إحنا يعني في بعد الوحدة يد لحالة بتزكفش أخي. يد لحالة ما بتزكف، وكلنا أولاد بلد واحد، يعني هاي الأحزاب هي اللي بتفرقنا، كان برا ولا في السجن ولا وين مكان. بتفائل المرة في هذا اللقاء في الجزائر؟ الله إن شاء الله تيجي عيد أهلنا في الجزائر يا ريت، وإحنا كرهانين إنه شعبنا يلتم ويلمش من بعض. أنا بتمنى من الله إنه يحقن دمائنا بكف فرقة، صرنا مسخرة للعالم، كنا الشعب الفلسطيني نمشي في أوروبا ونمشي في برا رافعين الراس، صرنا نمشي وإحنا مطمنين راسنا بسببكم، تختلفوا على شغلات إحنا مش شايفينها، نحن عايشين أهل، أهل غزة، أهل الضفة، كلنا أهل، بنختلف في الاتجاه السياسي، بس بننام في ليل إخوة، غصب عنا، شئنا أم أبينا، بس ما توصل خلافاتكم الشخصية أو كل واحد حسب مصالحه يوجه البلد، لا يا عمي، أنتوا سبب فشلنا أنتوا. إذا أنتوا اتحدتوا الله بوفقنا، بس إذا أنتوا بالضبط زي الحرامية، إذا نزلتوا في الحائل اتفقتوا أكلتوا، وإذا اختلفتوا دمرتوا، فاتفقوا الله يهديكوا بس. وبتمنى من الله إنه المصالحة تتم بكفي، يعني والله بتخجل إنك تقول أنا فلسطيني عن برا هالانقسام اللي صار، صرنا أول مشكلة ما هو بسبب الانقسام، أي دعم اقتصادي بوقف، لا ما هو بسبب الانقسام، حتى الدعم الاوروبي او التحالف الاوروبي او المؤيد الاوروبي لما يشوفنا احنا متحدين متنقسمين بقول لك ساعتها يتفقوا يا زلمه احنا بنقعد نقري اولاد، فهذا اللي بصير. شو احساسك الداخلي بيعطيك؟ يعني احساسي انها كالعاده بس هيك منظر. ليش طيب ليش هيك احساسك بيعطيك؟ يعني شو اللي خلاك تاخذ هذا النظره؟
لانه سبق في قعده جلسات سابقه واتفاقات وكل هالامور، انه مصالحه مش مصالحه على ارض الواقع بتشوف شيء غير ذلك. بتشوف ان الشعب المجمل فقد الثقه في موضوع المصالحه؟ يعني نوعا ما بتحس ان اخبار المصالحه بطلت تهمك؟ بتابعش الصراحه، لا سياسيا بطلت اتابع، لانه معروف شيء اخبارنا من يوم ليوم عندنا مشاكل ومش معروف لوين مصيرنا رايح. تزبط المره ولا لا؟ ان شاء الله، ليش مش غلط؟ ان شاء الله بصير خير. شو رسالتك لطالع على المصالحه، الوفد اللي رايح على المصالحه؟ يا سيدي ان شاء الله ربنا يصلح حالهم، هم لما يكونوا متوحدين احنا وضعنا بكون ب100 خير اخي. طيب شو مطلوب منهم هم؟ شو مطلوب منهم؟ بس يصفوا على الصف الوطني اخي، وقتها لحالهم بتصالحوا. متابعينا متابعي برنامج على البال على وكالة خبر الفلسطينية، مع هاي الإجابات ونكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم، واستنوني أنا بها بركات في مواضيع جديدة وحلقات جديدة.